سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. مرحبا بكم في فيديو جديد كاع المتتبعين. ما تنساوش تخليو لي التعليقات ديالكم، تخليو لي لايك. البنات اليوم صبحت عند الدكتور عثمان الازهر، عندنا هذا واحد الرونديفو، كذلك معنا واحد ضيفه غادي تعرفوا شكون هي. والمفاجاه البنات ان هذه المره حصه ديال نادا، والمره الجايه غادي نبدا حتى انايا نقاد في سنيناتي تقنيه جديده اللي غادي تخلي لي سنينات واعره. البنات حنايا سالينا مع نادا، ومعنا واحد المتتبعه ديالي راه جات معايا من الفقيه بن صالح، الصراحه الله يعمر ليها الدار، ولات بحال صديقه ديالي. والمهم وكانت جات شحال هذه سولتني على الدكتور عثمان، وعطيتها نيمورو التليفون وجات بدات معاه، وها هي معايا، جبتها معايا اليوم. دكتور عثمان، دابا شنو اللي باقي لاختي حليمه؟ باقي لي هذه المراحل الاخرى لاباراي. عرفتي عجبتني الابتسامه ديالها واعره. كي جاتك اختي حليمه؟ زوينه مع عثمان، نقول تبارك الله عليه، راه كيخدم مزيان ما شاء الله، لا تآمل ولا اتقان ولا كل شيء يعني. الله يحفظك يا رب العالمين. واختي حليمه البنات المتتبعه ديالي رجعت من فرنسا، مسكينه كان عندها واحد الشغل وجات بدات مع الدكتور عثمان، وهي رجعت واخا راه برزتنا كليوما دكتور عثمان، ياك جينا اليوم. اليوم البنات راه ما كانش عندنا الرونديفو يعني في ميم جوغ، ولاني اختي حليمه خاصها ترجع لان عندها اسبوع ديال بنيتها عندها. جينا اليوم هجمنا على الدكتور عثمان، شكرا لك دكتور عثمان، الله يحفظك. المهم البنات خرجنا من عند الدكتور عثمان الازهر، فلقينا المحل ديال بلاك طونا حين تحت الدكتور عثمان الازهر، لقيناه داير التخفيضات، عرفتو ناقص 70%، ودايرين تاخد جوج بياسات ثالثه فابور. دزنا انا واختي حليمه بغينا نشوفو صدقات شاريه، لان عندها بنتها الله يحفظها ويخليها ليها، يلا تزادت عندها واحد البنيته صغيره مازال ما دارتش ليها السبوع، الله يجعلها زياده في الاسلام ان شاء الله. واختي حليمه عرفتي عشقات هاد اللبسات هادو، لقات فيهم سولد اللي هو كبير بزاف، وعاده خدينا جوج بياسات، والثالثه عطاوها لنا فابور. المهم شوفوا هاد المونطو هذا غزال كيحمق، انا طلعت نضرب واحد الدويره الفوق وهو يبان ليا بالاحمر، هبطوا ليها صافي. دابا راه دايره ابل فيديو مع بنتها كتوري ليها عجبوها البياسات واعري. وانتي حليمه تقدات لبنتها بصحتها وبراحتها الجنه ياك. حنايا بنت قدا سميتو الفريز، بغيت نديرو في الفريغو على حساب رمضان ان شاء الله. ملي لقيتو دابا هنا في حي الصفانه ناخذو نتقداه، غادا نور نمشيو في الطوموبيل. ايوا عاد نمشي طيرتيها من هكا والتر، انا ما حزاش بي، انا البنات في دارنا. شوف شوف التليفون جالسه على التليفون، تنقلب على تليفوني من الصباح. لا قيلة تجاك الفيبرور، والله إذا تجاني الفيبرور. يا أمي يا أمي، والكحبة شادة لي شحال من يوم هذا، وعاباش نديها فراس. عندك ستة الكحبة جافة بحالي؟ أنا كل شيء أنا مش خايفة، الله يستر. وعاباش نتا جرعة فراسي نوقف عند فارماسيان ونشري الدواء. والله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. شي ناس اليوم راه عجبوني من خيين شعري الدواء، عجبوني. السلام عليكم، لاباس؟ هانين بخير. عيطوا لي على امي، شربنا الدواء صافي من خيين، ولكن بعد الحمد لله راه نعسات البارح. والله وانت تعطيني سميتوش ديال الحلبه عواطيف مزيان هي وكل شيء وتنعس، عرفتوا شنو تتبات لي كامل فايقه هنايا. تنعس في 6 ديال الصباح وفين ما تضرب عواطف الفايقه تتلقاها يا اما تتشطح يا اما طالعه فوق الكوافوزات يا اما وشحال هذي كنقولوا ليها تخص هدايا تولي تنعس بالليل باش الصباح عاد تفيق. هي لا هي عندها العكس، النهار تضل نعسه وبالليل تت عواطف في الوالده الدور صح. عيط لها خويتي، عيط لها الله يرضي عليك. ضربتها بواحد التحميمه يا سلام. باش نتغداو لينا 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 ما شتاش، ما كايناش مع خالتي الزهرة وانتصار، وكاينين جالسين راه ما كايناش لينا، كلها كتلعب مع صحاباتها. ما كي بعدا ما بان ليا حتى شي واحد، بانت ليا خالتي الزهرة سلمت عليها والسيدة اللي كارية لتحت، الناس جالسين قدام الدار. الله إلا أحسن حاجة. وبغيت شي نهار غادي غادي نجي نجلس عند أمي، نطفي التليفون نهار كامل ونهبط نجلس مع الجيران. جمعي
ونطلع للسطح نجلس بحال هي مات زمان والله العظيم. دابا ما بغاش تجي معايا نورين. لا لا انا تيخرجوا الناس تينقيو دابا مع قرب رمضان تينقيو تما تنقيا لا فاطمه اللي في الحمام قدام الحمام تتنقي مسكينه. لا والله الا هاد الاجواء هادو حق الله العظيم ما بقاوش هاد الاجواء ما بقاوش عندنا حنايا. وداك رمضان حق رمضان مع تنفطروه ما حنا قدامنا الجامعه البنات قدامنا الحمام تتسمعي التراويح الله يا سيدي يا ربي وعلى اجواء كيف دايره الله ماشي بحالنا حنايا مغروسين في الدار ما تتسمعي حتى شي حاجه ما قريب لنا جامعة. اجي بنتي اجي بوسني بنتي بنتي الزوينه تسمى في الزوينه تسمى حبيبتي ونونونو هذه هي الفنون ياك تبنتي قولي لي تبنتي ولا لا عزيزة عليها عزيزة عليها فانا عزيزة عليها هي زوينة سكينة الصباح تش قالت لي الصباح قالت لي كيف بقيت يا بابا طلعي بنتي قولي لي لا لا بنتي كاينة تلغدا يا الله نتغدى البنات انا راه عرفتو صبحت عليا امي تنهضر مع السمحة امي فقعانة وفيها البكية ايوا قالت لي يا كي درتي ليها ما هضرتيش معايا أمي أنا درت نجري من الكلوب وعلى ما غاديش تجي تغدى قلت لها راه ما مسالياش وتفقعت بغات تبكي وأنا نعقب قلت لها صافي صافي أنا غادي نجي أمي قالت لي والو جي بغيتك بغيت نشوفك راه قالت لك كي الدجاجة هادي شحال حنا منقيناها أمي وراه أمي دابا غرا عرفتي شحال هادي شاف الطبيعة كنت مخرجاها وهي تقول لي النوار الأحمر قلت لها سير أمي نكون مسالية ونجي نخرجك وهي تقول لي ما عرفتش من ذاك النهار كنت جيت ما عرفتش شنو كانت بغات عطيتها وهي تقول لي غنشري والطاقية سيدي الطاقية شنو الطاقية شنو عطيتها شنو الطاقية جاني الزهايمر ولا ياك ما قالتها عليها تاني ما قالتها والو ما قالتهاش على هذيك ما تكون خاونها بنتك والله العظيم نوض اختي نعيط على مو نتغداو وين بنات السي محمد نوض جاية بشوية بشوية نشوف ربك الخفيف ديالها صفق في الماء فيها من الاول عسى محمد امي 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 هابطه مع الدروج تتعيش كاسكروطي ما وصلت لعند الخياط حتى ساليت وانا وعواطي وشوفوا البنات يا اختي قلت لكم راه اليوم راه تحد كاس اليوم دارت لها عواطف السيرو ديال الناس بعدا نعسات بالليل جينا البنات ها نتوما باش تعرفوا المهم انا حطيت دابا شي خدمه عند الخياط الخدمه اخرى ديال المعلم وديال الخياط باش داكشي السواقي ولا شي حاجه هو كيحط ليا الموديلات غادي يكونوا ان شاء الله من هنا للايام القليله المقبله غيكون هذا الوين هذا راه كيعجب بزاف ديال عرفتوا واش ملك الالوان لا زوين عندك هو وعندك البلوغوا البلوغوا راه ما بقاش راه تحط الفيديو في الليل الصباح كي داير انا خدام خدمت عدو لا لا زوينه وكنت نجمع امي تتبرسطو ماشي حاجه سواقي البنات راه جمع دخلنا قلت لي واش باقا امي تجي قال لك لا لا شحال هذا ما كتجي المهم هو الخياط معنا اللي كيصايب تكون خدمه مزيانه ان شاء الله بارك الله فيك هاد السيده هذا راه كاين في سوق السمسه البنات هو اللي كيخدم المهم هما كاينين اللوينات زويونين غادي نساليو ان شاء الله دابا كنقاد معاه لي طاي اللي غيقاد ليا وسميتو فاش غيكون الجديد قريب قريب من هنا الايام معدوده قريبه ان شاء الله باش نحطو لكم لحقاش العواشر هذه تبارك الله وما شاء الله بزاف ديال الناس اللي كيقولوا لي صباح السربي حطي لينا حطي لنا من هنا حتى رمضان ان شاء الله غيكونوا موديلات كثارين اللي ديال المعلم ماشي السواقي البنات خفيفه انيقه في نفس الوقت وسامبل وزوينه حاجه نقيه وزويونه ولكن ديال المعلم البنات سامبل بحال المهم اللي دارج داكشي الموديلات جداد ولكن الخدمه ديال المعلم البنات نكمل دابا مع السيد لي طاي راه كيقاد ليا في التويبات نكمل لي طاي وهذا نكمل مع البنات وبغيتي تنتقد رمضان تحيد عليك شو هدايه دايره برزيطه حنا البنات من عند الخياط جينا لعند المحل اللي كنتقداو من عنده داك الولد البنات اللي كنت حطيت لكم لي ستوري في انستغرام وبزاف سولتو عليه هذا شنو بغيتي خانشيز
سولت سولوني الناس ديال سوق السبت قالوا لي فين كاين هذا الولد لحقاش عنده الرخاء عنده اثمنه مناسبه انا وراتو ليا عواطف وناقصه 5 دراهم في الحاجه وانتم عارفين العواشر وكل شيء غلى اللي بغى انا نوري فينا عبد الهادي هنا البلاصه لا وصلت حدا المحطه الطرقيه ديال سوق السبت حدا ولا غنعشوني يا اما المحطه يا اما الكابوتشينو سلمى ياك باقي سميتها الكابوتشينو كتصيفط ايوا صافي تولي تصيفط ليا هنا الاول بعدا المهم انتم بالنسبه للفرماج شحال عبد الهادي الفرماج اللي جا من طرف كنحسب ليه 3500 درهم الكور او ديال الكيلو الكيلو 65 درهم 65 درهم البنات 65 درهم وعاوتاني ها نتوما نوري لكم واحد الزنجلان نقي فين اللي عبرتي العواطي فين دار ميسر هذا ميسر اها وهذا المغرب عواطف قالت لي جهه هو راه عدو تيكون منقي مقاد معاود و كريم تشيز هذا ديال الجبن وهذيك الورقه ديال الفيلو راني ديت منها وعاودت حطيتها عبد هذه راه نور البنات راه اش دابا كاع اللي وريتيها مزيانه شي حاجه ناقصه في الثمن يرحمونا عليها احسن حاجه المهم هذا البنات هذا شحال دايره ديال البيتزا هذه كتبقى ب 60 درهم 60 درهم وهذا الورقه ديال الفيلو البنات انا راه خديتها من عنده خديتها من عنده ما كتخلص يعني ماشي ديك اللي ورقه لاصقه على ورقه لا هادو مفروزات هذه كنت كناخذها من اتاكادا هادو ديالك وانا جبت لك انايا وحده في سميتو في الكوفر ديال الطوموبيل لا جبتها الخماره هذه هذه البنات كناخذها من اتاكادا ب 39 درهم هنايا شحال هذه قال لي الوالد ديالك 33 درهم البنات باش قلت لكم راه ناقص المهم شنو اخر هذه هذه دايره 4000 ريال دابا حسبها لي 110 دراهم لا لا اثمنه ناقصين يعني دائما ناقص 5 دراهم 10 دراهم ونوري لكم البنات راه لقيت عندو حتى بلاتي راه مسكينين هادو ديال لي كيش كاين المهم هنايا مرجان ولا عندنا واه انا نوري البنات ها نتوما البنات اللي اللي هنايا في سوق السبت او لا وبغات تقدا نوري لكم جي تقداو شوفوا بعد الاثمنه عجبكم الحاليه هذيك ما عجبكمش شغلكم هذاك انا عاد نوري لكم الحاجه كاع اللي وريناها راه مزيان الورقه ديال السوشي الناس اللي كيبقاو يسولوني عليها وكنقول لكم راه كاينه في مرجان ديال بني ملال المرجان ماركت ملي كناخذها هي عند الولد لقيتها عنده عنده مسحوق ديال الفانيلا بلاتي نوري لكم شنو كاين شي حوايج اللي ما شايفاهمش انايا الهيهان غادي نوريهم لكم المهم هادو اللي قبيله هادو ديال الكابوتشينو شفتو وهادو ديال بالنسبه ديال الفانيلا شنو اخر بنت خويا بنت خويا راه تتهز في الحلوى شد عواطف بنتك المهم كاين هادشي ديال الجمله واه شتيها واخا عليها نسبريسو انا شفت غير نسبريسو مندوخ المهم هانتوما راه كاين شحال من حاجه كاين هادو ديال لي كلاص ديال لي كريب كنوري لكم بالنسبه ل هانتوما اللوز مهرمش كاين كاوكاو مهرمش حتى هو يا الحين تنتقداو داكشي على حساب الشباكيه وعلى حساب سلو كاوكاو إفيلي شنو اللي كنت داك النهار درت لكم في ستوري يفكرني في الشهاده درت لكم العطريه كنت خديت ديال الحوت وسولوني البنات على هذا شامبينيون نوار هذا عطريه ديال الرفيسة كاين ديال الدجاج ديال المروزيه مهم بزاف داكشي كنتو سولوني بزاف ديال البنات اللي دخلوا عندي الانستغرام قالوا لي صباح فين كاينه السيد ماشي غندوز انا من هنايا هادشي عاوتاني البنات الصوص ديال المعطيشه داكشي شي ديال ماكينه الصابون اخويا الا نصوصه واش ما اتاي المهم شحال من حاجه امي تدير الشوط الثاني عاد جينا للدار ما بغاش تجلس
نهضر مع ولا الفنون والكبيده ديالي وما بغاتش تجلس. قالت لك ديني والو، عند اختي دابا في الليل باغا تمشي لشي بلاصه يمكن مع خالتي ولا شو شنو. قالت لك والو مرنديني مرنديني يا خالتي. وقالت لي ما ولدني حتى ناضت هي تقول لي بلاتي بلاتي ديك الرفيزه بعدا هي اللي جبت سخنها لي. هاد عافاك كتغنى مع مراها مولاتها وخادمها زكيت انا سقيت ليا داك فكرتني بهذيك صاحبتنا كادو قالت لها ربي ليا. وانت ما شتي قالت لي خسرت فلوسي حطي لي فلوسي. شكون هي؟ قالت لك بغيت طاكوس علان علاش خسرت فلوسي. قلت لها انا قلت لك اختي شري لي شي حاجه واش ما صبرتش. واش عندي واحد الدبيه؟ ما قالتش لي لا لا ما قالتش لي لا ما بغيتش ما قالت لي حتى حاجه. شنو قالت لي؟ قالت لي انا راك ما كتفكر فيني صافي. 100 ليله لا ما عرفتش شحال حطيت فيها. وقلت لها قلت لها حطيت فيها 123 درهم. قلت لها انا قلت لكم شريو لي شي حاجه. هي تقول لي وراه الاخرى زعما بغات تفرحك وانا هي فلوسي بغيت نشري عطاكوش تتبعنا لي. قلت لها والله الله ديك السيده تمشي تخلي الرفيسه وتاكل تاكل خبيز واتاي. طلعت نعس الفوق ولا شاده التليفون ولا شو صحتها وراحتها ما لعبت. حنا راه تنتلاقاو على وقت الماكله مي فاطمه كوجي عليك. ها دابا امي دابا عاد قالت لي ماما 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 نور هان علاش درت معاها علاش درت معاها الزكيه. الله اعلم انا ما عرفت علاش. بغات طاكوسه ماما والبارح تقطع الضو ديتهم الريستوران تغدا وخرجت عليا بشحال ديال الفلوس. البارح كاسكروطات قالت لك ما بغاتش سميتو راه ولفت كلها خاصك تاكل داكشي اللي قسم الله في الدار. ياه دابا عندي الحق ولا ما عنديش؟ عندي جاتو تخرج من هي تو امك تلحق قلت لي خرجي صافا حسي محمد العمير قالت ولد ولاش مجوج انا؟ جاتني بنادمي كفت علي ولادها سلاح فانا سلاح فانا اللي عندي. يا امك اصطبك لالك مشات حيحتي لي في الدار صحه لا انا وبنتي راه جالسين كنضحكوا نورهان في بلاصتها طلعت تخشات تخشيتي التيكلادات حتى امي والله الا تسكت. امي دارت لنا حاله ما بغاش تقول والو. ديني عند اختي ديني عند اختي ما بردت تديتها عند اختها حطيتها وعاد رجعت وانت صافي تقاداو لي عييت من صبح ربي وانا تنضل خاصني غير بوطه في ديك الطوموبيل. والله العظيم الا شنقول لكم باز ليا وشعبوا ليا يا اختي في عيد المراه يا اختي. بنتي مغمضة عينيها يا اختي قويت انا وياها تنضحكوا ياك تعاودوا ما قبل النوم اسكت. ناشطين صلت عليك بوكله لك بلاتي تجي بوكله لك غدا وتقول لي ترجلي صحنيني ولا حيدي يدك ورجلك بردي. هانتوما شوفوا البنات انا تي ديك سخان انت بالصباح تي مخشيه انا ومال انا كنت هابطه للكراج مغطي عجلي مغطيتش كعيني. ايوا المهم راك مغطي انا راك هابطه للكراج اختي تندوز لك هو بينوار واخا لابسه بينوار حطيت وتنقيس فواحد الجباده ورجت عليا ونقيس في قفايتنات اللي جبت قبل ما نبدا نصور تنجيب السلعه البنات فاش كنشد بنات الخياط ولا ضروري كنقيسها وكنشوف الشونتيو ديالي انا ياك ما صدر هابط ياك ما زكان هذا ياك ما الكميه طايحين ياك ما هذه ياك ما هذيك. المهم تنقيس انا بعدا كنشوف العبار ديالي اللي كنصور به. اي والله الله يجيب التيسير يا رب العالمين. والله يلا عندك الصح الشرجم كيدخل البرد حاطه ايدي جيت الشرجم نضرب فيها البرد. يلا كبيدات ديالي تهلاو ليا فراسكم بسلامة عليكم نتلاقاو في فيديو جاي.